النهاردة بصور لكم من قدام أكبر يخت في ميناء أوكلاند. اليخت ما شاء الله شكله رائع جدا. نحاول أمشي من جنبه كده تفرجوا على المنظر بتاعه. يخت كبير جدا، لقينا كمان يافطة مكتوبة عليه ان هو في ناس قاعدين جوه معزولين، لان هو تقريبا زي ما كانوا لسه راجعين من سفر، فان هم في عزل ذاتي، ممنوع ان هم يخرجوا بره المركب خالص. يعني المركب جميل جدا، هنا المنطقة بتاعت مرسى، جزء من مرسى اليخوت. اليخت اسمه لورسين، شكله حلو جدا. انا بس مش هحاول اقرب زيادة علشان الخصوصية بتاعت الناس، لان في ناس جواه، بس بحاول ان انا اوريكم شكل المركب من بره والمنظر عامل ازاي. طبعا في يخوت تانية كتير ومراكب صغيرة، بس ده لفت نظري علشان ان هو كبير قوي وضخم، والديزاين بتاعه شكله فخم جدا. يعني طبعا هو المرسى بتاعه قريب جدا من الهاربر بريدج، اللي هو الكوبري اللي هو بيربط من اوكلاند اللي شمال اوكلاند. ده هنا منظر الكوبري. وفي طبعا يخوت هناك. قربنا على الغروب، فالمنظر رائع. ده منظر اليخت تاني. في يخت تاني وراه شكله برضو حلو، بس مش هيبان قوي عشان الإضاءة بتاعت الشمس. بس هو ده أكبرهم يعني يعتبر. هحاول أجيب المنظر كله. اليخت ده منظره التاني. منزل الكوبري. وهنا المينا وبرضو مرسى تاني. هنا دي عبارة. دي عبارة بتيجي من شمال اوكلاند لحد اوكلاند في وسط البلد. انا مش عارفة من انهي، لان في كذا عبارة بتيجي بتربط من شمال اوكلاند لوسط البلد، فدي واحدة منهم تقريبا. اللي وراها دي كمان واحدة. فده المنظر كله. تكونوا استمتعتوا بصوت البحر والنورس والمنظر الحلو. يلا استنوني في فيديو تاني.